قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من دروس ومراجعات بإذن الله تعالى. دعاء ما قبل المذاكرة كما تعودنا يا حبيبي. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، وسلمكم الله واسركم من كل مكروه وسوء. معادنا النهاردة بإذن الله تعالى مع حل الامتحان رقم 3 شامل على الوحدة من 9 لـ 12، تحديدا من كتاب جيم للمراجعة النهائية والامتحانات ترم تاني. يلا افتحوا معايا الكتاب صفحة 53، وكما اعتدنا نقول بسم الله ونصلي ونسلم على حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. السؤال الأول: choose a correct answer. A secretaries. A secretaries job. تمام، يعني وظيفة السكرتيرة. Don't answering the phone. بتشتمل على الرد على التليفون. And meeting customers، وكمان مقابلة الزبائن. كنا عارفين كلمة customers بمعنى الزبائن. تمام، احنا عايزين كلمة يشتمل على، يبقى كلمة include. تمام، طب include يشتمل على، طب consist، consist يجي بعدها حرف الجر of. consist، consist بمعنى ها يتكون من، consist of. تمام يا شطار. contains يحتوي على شيء بداخله. enclose يتضمن، وشرحنا الكلام ده كله في الملاحظات اللغوية. الناس ترجع لشرح الوحدات بالتفصيل في قائمة شرح مراجعة الصف الثاني الثانوي. number 2: some people say that، بعض الناس بيقولوا ان، there are still villages، ان ما زال في قرى بدائية، in the Amazon river، على نهر الامازون او في غابات نهر الامازون. طبعا الانهار بنحط قبلها مين يا حبيبي؟ الارتكل او الاركل، زي ما احنا بنقول النطق الصح اركل ذا. تمام، احنا عايزين نقول بدائي، يبقى كلمة primitive. طبعا كلمة limited بمعنى محدود او محدد. preventive يعني مانع. تمام شطار. كلمة printed يعني مطبوع. طبعا الاجابة صحيحة primitive بمعنى بدائي او اولي، وصلت كرة بدائية. number 3: the president and his advisors، يعني الرئيس ومستشاري. قلنا advisors يعني مستشارين. meet this week، اجتمعوا هذا الاسبوع. to discuss how to not inflation، عشان يناقشوا كيفية معالجة مشكلة التضخم. كلمة inflation، احفظ الكلمة دي زي اسمها كتير في التراجم كتير. inflation يعني التضخم يا شطار، واللي بيؤدي الى حاجة اسمها زيادة الاسعار. تمام يا شطار. طيب عايزين كلمة يعالج، سواء يعالج مرض او يعالج مشكلة، بناخد اما treat واما cure. يبقى هناخد مين؟ طبعا cure بمعنى يعالج. تمام. طب كلمة encourage يشجع، مش ماشية. progress يتقدم. ها heal بمعنى يلتئم مع الجروح. طبعا الاجابة الصحيحة cure بمعنى يعالج مشكلة او يعالج مرضا. number 4: hosting the African Cup of Nations، يعني استضافة. كلمة hosting يعني استضافة، جاي من كلمة host يعني مضيف. تمام، hosting the African Cup يعني استضافة the African Cup of Nations، يعني استضافة الأمم الإفريقية أو كأس الأمم الإفريقية. was a not spot of the year 2019 in Egypt، 2019 فين؟ في مصر. طيب عايزين نقول كان كلمة سبوت الأول بمعنى بقعة. تمام شطار. سبوت بمعنى ايه؟ بقعة او حدث هام. احنا عايزين نقول بقى حدث مشرق او نقطة مضيئة في عام 2019 في مصر. فين كلمة مضيئة هنا؟ طبعا الإجابة هتبقى برايت. برافو عليكم الناس اللي حل. برايت سبوت معناها حدث مشرق او مضيء او نقطة مضيئة أو مشرقة في عام 2019 في مصر. طب يا مستر، امال كلمة دم، كلمة جديدة أول مرة نشوفها، بمعنى خافت. بمعنى إيه يا شطار؟ كلمة دم خافت أو معتم. يبقى كلمة دم، دم دم بمعنى خافت أو معتم. far بعيد، close قريب أو يغلق كفعل، لكن bright بمعنى مشرق أو لامع. تمام أو مضيء. يلا بينا number 5: the word rare، كلمة rare نادر.
is an antonym. antonym بمعنى مضاد. مضاد لكلمة ايه يا ترى؟ scarce بمعنى شحيح برضو او نادر، ولا costly بمعنى مكلف، ولا primitive بدائي، ولا common common بمعنى شائع او منتشر. برافو عليك. وطبعا الاجابة هتبقى common بمعنى شائع او منتشر، عكسها كلمة rare بمعنى نادر، نادر الوجود. number 6 this striped t-shirt. يعني الاول يا مستر كلمة striped يا شطار؟ striped بمعنى مخطط. وصلت يا حبايبي كده. التيشيرت المخطط ده is on not these days، بيتصدر الاتجاه العام او هو موجة واتجاه عام. it's shown in all clothes shop، هو بيعرض في جميع تمام محلات الملابس. وما تقولش clothes، ده نطق خطأ. clothes clothes shop، تمام. الاس لا تنطق. يبقى هنقول ايه بقى يا شطار الاجابه الصح؟ كلمه اتجاه او موجه، او اتجاه سائد في المجتمع، كلمه ترند. حتى اقول لك كمان لو في فيديو ترند مثلا على اليوتيوب، اقول لك الترند كذا وكذا. يعني الترند اللي منتل طبعا فيروس كورونا، تمام، ربنا عافينا جميعا. طب كلمه فاشن، فاشن بمعنى موضه. ستايل يعني نظام، صح ولا يا شطار؟ او اسلوب. ستايل بمعنى اسلوب. كلمه ديوتي بمعنى واجب. طيب 7 he told me he، حلو قوي قوي. told فعل القول فين؟ فعل القول في الماضي، تمام التمام. طيب يا باشا، ما انا عندي was sending، وعندي had sent، وعندي had been sending، وعندي sent. اختار مين ما كلهم ماضي، يبقى لازم هتلاقي كلمه داله على زمن بعينه، لان the previous day هي اياها the day before، تمام. دول كلهم علامات على الماضي التام. يبقى هناخد had والتصريف الثالث للفعل اللي هو مين يا حبايبي؟ had sent، فعل القول ماضي. اختار ماضي ومش اي ماضي هنا، لوجود the previous day اللي بيساوي the day before بمعنى اليوم السابق. يبقى هناخد الماضي التام كعلامة. يبقى had sent هي الاجابة الصحيحة. ننتقل للجملة رقم كام؟ رقم 8 حبايبي. معلم مش معايا، معاك مستر محمود. 8 بيقول لي I was tired yesterday morning. انا كنت مرهق وتعبان. خد بالك دي نتيجة، نتيجة في الماضي لوجود a was. انا كنت مرهق، تمام، صباح الامس. مفيش مشكلة يا باشا. طب يا ترى ايه سبب الارهاق او نتيجة ان انت مرهق كده؟ ايه سبب الكلام ده؟ because I not until late the night before، لاني استمريت في القراية لفترة طويلة الليلة السابقة. حلوة قوي قوي قوي. ناخد مين؟ ناخد زمن الماضي التام المستمر. I had been reading، لاني قعدت اقرا لفترة طويلة. وقلنا من استخدامات زمن الماضي التام المستمر يعطي مبرر او سبب حدوث شيء في الماضي. ايه سبب ان انت كنت مرهق صباح الامس؟ السبب ان انا ظللت اقرا لفتره طويله، لوقت متاخر الليله السابقه. وصلت؟ يبقى من استخدامات زمن الماضي التام المستمر يعبر عن سبب او مبرر حدوث شيء في الماضي. وصلت؟ تمام. نمبر 9 I can't meet you tonight. الله، tonight ليه يا عم؟ انا لا استطيع ان اقابلك الليله. كويس. as بتساوي because او since بمعنى لان. هنا لاني هكون بقابل عمي وبستقبل عمي في المطار at that time، في ايه؟ في هذا الوقت، تمام، الليله. والليله ده مستقبل. حددنا زمن حدوث الفعل at that time، تمام. كمان انا بقول لشخص انا لن استطيع مقابلتك الليله، لان في نفس اللحظه اللي عايزني اقابلك فيها انا مشغول ومستمر بفعل شيء اخر. يبقى ده زمن المستقبل المستمر. will be verb ing. لمحت can't meet، don't meet، can't call. المهم لن استطيع فعل شيء لان مستمر في شيء تاني في نفس اللحظه، يبقى will be verb ing زمن المستقبل المستمر. شرحناه كتير. number 10 أنا asked، asked أو asked، دو نطقين أصح من asked كمان عشان تبقوا عارفين يا جماعة، تمام. سألت، حلو. فعل القول هنا مين؟ فعل القول هنا ماضي، يبقى المفروض أنا أختار ماضي. مفيش مشكلة. يبقى هنطير will I do وهطير I will do. اتفضل عندي would I do و I was dying. حلو أوي أوي. طيب عندنا مين؟ عندنا the next day، تمام يا شطار. طب انا هختار would I do ولا I was dying؟ لا، احنا هنختار I was dying. ليه؟ لان لازم ترتيب الجملة بعد الرابط يكون ترتيب خبري. يعني يا مستر محمود، يعني فاعل ثم فعل، مش فعل ثم فاعل. يبقى الاجابة الصح هتبقى I was dying. تعرفين لو I would do كانت تنفع برضو تبقى صح. يبقى هنستبعد would I do. ليه؟ لان ترتيب الجملة لازم يكون خبري، فاعل وفعل، وهنا مقدم الفعل على الفعل. يبقى افضل اجابة
من كل النواحي، زمن الجملة ماضي وترتيب الجملة خبري. I was dying. تمام. Number 11. He said that if he not me he would have taken a taxi to the airport. الله، هو قال، حلو قوي. said، تمام التمام، فعل الكل ايه؟ فعل الكل ايه؟ ماضي. تمام التمام شطار. يبقى انا محتاج لفعل في الماضي، يبقى إذ هتطير هتتكل على الله، معالا مش معايا، معاك يا مستر محمود. يبقى إذ طارت هنطير مين كمان؟ يلا ركز معايا كده، هنطير ار. اتفضل، عندي وود بي ووير. هل اف في اي حاله من حالاتها بيجي بعدها وود والمصدر؟ لا يا مستر محمود، انا بتكلم ايه بعدها، يعني فعل الشرط. تمام، مش جواب مين الشرط، لان في الحاله الثانيه جواب الشرط وود والمصدر. انا بتكلم هل في اي حاله من حالات اف الصفريه او الاولى او الثانيه او الثالثه اف اف في فعل الشرط، يعني النقط اللي بعديها بلاقي وود ومصدر؟ لا يا مستر، مفيش الكلام ده. يبقى افضل اجابه هناخدها مين؟ هناخد وير. يبقى الاجابه الصح هتبقى مين؟ الاجابه هتبقى وير. واحد يقول يا مستر الله الله الله، ايه يا عم الحاج يا مستر، ازاي هناخد وير بعد اف؟ يعني ماضي بسيط وجواب الشرط وود هاف والتصريف الثالث حاله ثالثه. قال ايه يا مستر، مش المفروض كان يبقى هنا في هاد بين مش موجوده في الاختياري؟ اقول لحضرتك الحاله ديت من اف بنسميها ميكسد اف. يعني ايه ميكسد اف؟ تلاقي فعل الشرط ماضي بسيط وجواب الشرط وود هاف والتصريف الثالث للفعل، ومعنى الجمله بيكون مختلط. ازاي معنى الجمله هنا ايه؟ هو قال لو هو كان في مكاني في الحاضر، بيفترض عكس الحاضر، كان في مكاني في الحاضر، تمام، he would have taken a taxi to the airport، كان خد تاكسي للمطار في الماضي. فهمت يا شطار؟ كده وصلت. يبقى بيفترض لو كان مكاني في الحاضر في اللحظه ديت، يبقى هنختار ماضي بسيط، لان الحاله الثانيه افتراض عكس الحاضر، فبناخد ماضي بسيط بعد اف. طيب لو كان مكاني في الحاضر كان خد تاكسي امبارح او اول امبارح، يعني في الماضي، لمين؟ للمطار. فدي بنقول عليها ميكسد اف، ان يبقى فعل الشرط ماضي بسيط وجواب الشرط وود هاف والتصريف الثالث للفعل. وانتظروني ان شاء الله مع شرح تمام، ودي شرحناها، احنا شرحناها كمان يا شطار في حالات اف السنه دي، ولكن انتظروني ان شاء الله هشرحها بالتفصيل في كبسولات وتركات انجليش السلسله اللي نزلتها ديت بالتفصيل باذن الله تعالى. وصلت يا جماعه؟ وصلت يا مستر محمود. ننتقل للجمله اللي بعديها، بس الاول نصلي على سيدنا النبي قوله صلى الله عليه وسلم. 12. Did you know that Susan، هل تعرف ان سوزان not behind because of her bad behavior؟ هل تعرف ان سوزان تركت خلفنا بسبب سلوكها السيء؟ تمام، يعني لم يهتم بيها، تركت خلفنا، تركت ولا تركت؟ لا تركت، صح ولا انا غلطان؟ يبقى انا محتاج لمين؟ انا محتاج لجمله مبنيه للمجهول، مش مبنيه للمعلوم. سوزان هنا مفعول الجمله على فكره. طيب has left معلوم، شكل معلوم. had left شكل معلوم. طيب had been leaving شكل معلوم، صح ولا ايه؟ امال شكل المجهول had been والتصريف الثالث للفعل، يبقى ده شكل المجهول في زمن الماضي التام. حضرتك عايز زمن في الماضي، لقيت كله ماضي، تمام، تبص يا حبيب قلبي ونفس الزمن موجود عند الماضي تام، شكل المعلوم موجود وشكل المجهول موجود، وانت محتاج لزمن الماضي التام، صح ولا انا غلطان؟ ما هي بيكوز اهو، شايفين بيكوز يا جماعه؟ ايوه مستر محمود، تمام يا شطار، عايزين ماضي تام. يا طيب الماضي التام هنا سوزان دي يا ترى فاعل ولا مفعول؟ هل تعرف ان سوزان تركت خلفنا ولا تركت خلفنا؟ تركت، يبقى هات بين والتصريف الثالث. يبقى لو الزمن المطلوب معلوم وموجود ومجهوله موجود، لازم تشوف قبل النقط فعل ومفعول، الجمله هنا اوبجكت مفعول، فاخترنا هات بين والتصريف الثالث. نمبر 13، بنشرح شرح تفصيلي عشان خاطر عيونكم، ربنا يوفقكم ويكرمكم يا رب. دعواتكم حبايبي، دعواتك يا شطار، عشان بقى لي فتره كده تعبان، مش كورونا ولا حاجه والله الحمد لله، خلاص، فياريت حضراتكم دعائكم، دعوه بظهر الغيب بالشفاء العاجل لمستر محمود وبالبركه في العمر وفي الاولاد وفي الوقت عشان اقدر استمر مع حضراتكم. طيب from 3 to 8 tomorrow، الله على الجمله، from to حلوه قوي قوي، from وقت لوقت، ومش بس كده، غدا يعني كلمه بتدل على المستقبل. احنا قلنا لو لقينا from وقت to وقت، between and وقت تو وقت، آت وساعة، ثم كلمة بتدل على المستقبل بعد التعبيرات ديت، تمام، على طول يا حبيب قلبي استخدم زمن المستقبل المستمر. يبقى بين الساعة 3 والساعة 8 بكرة حدد الفترة الزمنية اللي هستمر فيها الحدث. I will be traveling to أسيوط، هكون مسافر لمين؟ لأسيوط. وصلت يا شباب؟ تمام التمام. يبقى لو لقيت from وقت تو وقت وكلمة بتدل على المستقبل، between وقت تو وقت أو between and وكلمة بتدل على المستقبل، آت وساعة وما يدل على المستقبل، this time أو in this time وكلمة بتدل على المستقبل،
تمام، اختار will be verb I ing زمن المستقبل المستمر. ننتقل للجملة رقم 14، يلا بينا ونصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هي asked me او asked me. حلو، فعل القول ايه؟ حبيبي مستر، فعل القول هنا ماضي، كويس، يبقى هنطير كل المضارع. طب ده كلهم ماضي يا مستر، مفيش مضارع اطيره، مفيش مشكله حبيبي. اولا هنطيرين مين في البدايه كده؟ لازم بعد زي ما اتفقنا الرابط وير هنا يكون الترتيب مين خبري، يعني فاعل ثم فعل. ها كلهم يا مستر فاعل ثم مين ثم فعل، صح ولا انا غلطان؟ طيب كويس قوي، تعال نشوف الدنيا بقى. موضوع سهل وبسيط جدا على فكره. اولا اي ديد سبند دي هتطير، ولا انا غلطان؟ واي سبند هطيرها، واي وود سبند برضه هطيرها. عارفين ليه؟ لان في كلمه هنا خلصت على الدنيا. شايفين كلمه زير بيفور؟ احنا قلنا لو لقينا ذا year before او لقينا before او لقينا previous او لقينا earlier او لقينا by this time او by then تمام، اختار زمن الماضي التام على طول. يبقى هتاخد مين؟ I had been، وما تشغلش بالك. يبقى لو لقيت before previous ها by then لقينا earlier، بتتكتب ازاي earlier؟ كلمة early مبكرا شيل الواي وحط اي ار تبقى earlier يعني سابقا. خد على طول زمن الماضي التام في صيغة الخبر فاعل هاد والتصريف الثالث، ريحنا يعني. هو مفيش استبعاد وماله يا اخويا، بس في كلمة دالة ريحتني فخدنا زمن الماضي التام. يلا بينا نروح للجملة رقم 15. 15 بتقول ايه؟ ازرق الحبايبي كده. حسن has been not in magic since he was a child. الله مفيش مشكله خالص. طبعا since بيجي قبلها مين؟ مضارع تام اللي هو has been هنا، وبعدها مين؟ ماضي بسيط او بدايه حدث. دي قاعده واخدينها مع بعض في زمن المضارع التام. طيب خد بالك بين مش ده فيرب تو بي؟ حلو قوي. طالما لقيت فيرب تو بي يا حبيب قلبي يبقى انت محتاج لمين؟ يبقى انت محتاج لصفه. قبل النقط لقيت فيرب تو بي، ام از ار ووز اوير، يبقى انت محتاج لمشتق الصفه. السؤال هنا في المشتقات، يعني عايز صفه ولا حال ولا اسم ولا فعل. طيب انا هاخد مين؟ انا هاخد انترستد. احنا عايزين صفه الاول اهو، طالما مش احنا لقينا قبل النقط فيرب تو بي، ام از ار ووز وير بين بي، يبقى انت عايز صفه. تمام التمام. في صفتين، انترستنج اللي بتيجي مع الاشياء وغير العاقل، وانترستد اللي بتيجي مع العاقل. يبقى هناخد مين؟ طبعا انترستد، لان بدايه الجمله مين؟ حسن. وصلت يا شباب؟ وصلت يا مستر. طيب 16 هاله نقط هاله نقط هارد فور هير اكزامز ذيس دايز. الله، هاله بتذاكر بجد لامتحاناتها هذه الايام، وما زالت وما زالت تذاكر. يبقى طبعا وز ستادينج هتطير. ويل ستادي مش ماشيه معايا. اتفضل عندي مين يا شطار؟ اتفضل عندي هاز ستاديد وي از ستادينج. ايه رايكم نختار مين؟ بقول هاله بتذاكر بجد لامتحاناتها هذه الايام وما زالت تذاكر. يبقى في استمراريه ولا ما فيش استمراريه؟ في استمراريه مستر محمود. يبقى ناخد مين يا شطار؟ افضل اجابه هنا از ستادينج. وصلت؟ يبقى هاله از ستادينج hard for her exams these days، وكانه بيقول ناو كمان يعني الان. طب يلا بينا نكمل مع بعض. صلوا بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. القطعه طبعا بتتكلم عن بنت اسمها سالي بتحب مين؟ الحيوانات. وصلت ولا شطار؟ تمام التمام. هديك الاجابات طبعا كما اعتدنا، اجابات الاختياري طبعا انت قريتها كواجب، انا هديك بقى الاجابات عشان تتاكد من الاجابه الصحيحه بتاعتك. حدي طبعا الاختياري لحد السؤال 20، والباقيين طبعا بيبقوا سهلين جدا بتطلعهم بمبشرين الاسئله العاديه، المشكله بتبقى في الاختياري بس. طيب يلا بينا. طبعا عودتكم ازاي وقلت ازاي خطوات حل القطعه، قلتها كتير جدا 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 في الفيديوهات السابقه. الحل يلا بينا 17 what shape was on sales school supplies and clothes. ايه الشكل اللي كان على تمام ادوات سالي المنزليه وكمان ملابسها المدرسيه مش المنزليه. ايه الشكل؟ كلمه شيب بمعنى شكل. تمام، ايه الشكل؟ ايه اللي كان موجود على سبلايز يا جماعه بمعنى ادوات. تمام يا شطار، ادوات سالي المدرسيه وملابسها كمان المدرسيه. طبعا ما تقرا تعرف تريز اند نيتشر ولا فود ولا سبورتس مان ولا انيمالز. طبعا الاجابه انيمالز الحيوانات، لان هي بتحب مين؟ طبعا زي ما اتفقنا بتحب الحيوانات. طيب 18 ذا فريز يعني العباره وير ذا اوبوزيت اوف هيرز. في عباره كده وبرده مظلله عندك بالازرق في القطعه. كانوا عكسها. العباره دي معناها ايه؟ معناها the mother was against owning a cat at home، الام كانت ضد امتلاك قطه في المنزل، ولا the mother animals more than her daughter،
الام كانت بتحب طبعا المفروض كان نحط هنا لايك لايكس يعني تحب، بتحب الحيوانات اكتر من بنتها، ولا the mother like her daughter الام بتحب بنتها، ولا the mother like to help her daughter الام تحب ان تساعد بنتها. الاجابه الصح الاولى طبعا اللي هو the mother was against owning a cat at home، لان البنت كانت بتحب الحيوانات والام كانت عكسها. وصلت؟ يبقى the mother was against owning a cat at home، ام بمعنى يمتلك. طيب 19 the word not is the antonym of curled up. curled up يعني الاول كلمه curled up يا شطار معناها ملتوي او منحني، او يبقى عامل على شكل الدايره. ساعات القطه كده بتبقى نايمه تمام، تبقى عامله ازاي؟ منحنيه كده على بعضها، صح ولا انا غلطان؟ تمام. ايه عكس كلمه بقى curled up؟ تمام، منحنيه معوجة زي ما احنا بنقول. طبعا الاجابة هتبقى straight بمعنى مستقيم. تمام يا شطار؟ يبقى curled up كلمة بمعنى منحني او يأخذ شكل دائرة او شبه دائرة. طيب عكسه كلمة straight. طبعا لو انت جيت بقى واستبعدت، والاستبعاد مهم جدا، هتلاقي twisted يعني مثني او منحني، وكلمة بو ينحني برضو، وبنت برضو معنى ينحني او يلتوي. التلاتة نفس المعنى، يبقى التلاتة ايه؟ يطيروا. ودي اهمية ان سعادتك تمام تستبعد. يبقى تويست ينثني او ينحني، بو ينحني برضو، كلمة بنت بمعنى ينثني او ينحني او يميل، لا ده كلهم نفس المعنى، يبقى دول كلهم غلط. يبقى الصح المختلف اللي هي كلمة استريت. الاستبعاد مهم جدا في الاسئلة من النوعية دي. طيب السؤال العشرين في الاختياري بيقول لي ايه؟ اختياري قطعة. What was Sally's wish؟ ما هي أمنية سالي؟ أمنية سالي كانت ايه يا شطار؟ طبعا الإجابة واضحة، نقول الإجابة على طول. تمام، to wear clothes، ولا to have a cat as a pet، ولا to visit the palace where animals live، أو the place where animals live، ولا to make her mother love animals. طبعا الإجابة to have a cat as a pet، إن يكون عندها قطة فين؟ في المنزل كحيوان أليف، وتحققت لها هذه الأمنية. تمام، بس كده كمان ده أمها وكل اللي في البيت يا شطار كانوا مبسوطين جدا. تمام، وأحبوا مين؟ الحيوانات. يلا بينا نروح للترجمة. صلوا على سيدكم النبي. يلا السؤال رقم 25 وفوقه معايا كده شطار، يا مها يا مها. مها انا كنت وعدتها ان شاء الله نذكر اسمها في الفيديو، منورة القناة يا مها، وكل الناس المحترمة اللي نورتنا في القناة وبتدعمنا، لكم مني كل التحية وكل الاحترام والتقدير يا شطار. وبطلب من كل الناس دعم القناة، ما حطيتش اعجاب، يلا تفضل ادعمنا بالاعجاب وشير الفيديو على قد ما تقدر وفعل زر الجرس. يلا بينا بشوات نترجم من انجليزي لعربي. الجمله بتقول ايه؟ We must find the solution to the problems of overpopulation. معناها ايه؟ يجب علينا ان نجد حلا لي. احفظ طبعا التعبير find a solution. solution to يعني يجد حلا لي. find a solution to the problems of overpopulation، لمشاكل الزياده السكانيه. لمشاكل الزيادة السكانية. It's a serious problem، فهي مشكلة خطيرة. which hinders، hinders يعني تعيق. احفظ الفعل ده، hinder بمعنى يعيق، يعيق. تمام، فهي مشكلة خطيرة تعيق التطور او التنمية، وهنا development تنمية احسن من كلمة تطور. فهي مشكلة خطيرة والتي تعيق التنمية in our country، في بلدنا أو في وطننا. يبقى على بعضها، يجب علينا أن نجد حلا لمشاكل أو مشكلة الزيادة السكانية، فهي مشكلة خطيرة تعيق التنمية في وطننا. يلا بقى نحل مع بعض من عربي لإنجليزي. الناس مركزة، مركزين معاك يا مستر، هنكتبها مع بعض إن شاء الله. لقد أصبح التعلم مدى الحياة ضرورة للاستمرار في العمل وأن تكون صالحا لأي وظيفة، فعلى كل موظف مواكبة التطور واكتساب مهارات جديدة. اللي عايز يرجع أو اللي عايز يبقى ممتاز جدا في الترجمة بعملاق ترجمة، تمام، يا ريت ترجع لي قائمة تشغيل سكيلز على القناة يا حبيب قلبي، هتلاقي فيها ساعة كاملة شرح لكل قواعد الترجمة تخليك محترف عملاق ترجمة، مع حفظ طبعا كلمات الترجمة. يا ريت ترجعوا له، الفيديو ده مهم جدا لكل الناس اللي ما شاهدتهوش لحد دلوقتي. يلا بينا نبدأ بالفعل. وعندك لقد، خد بالك لقد يبقى أفضلية لزمن المضارع التام. نبدأ الأول بفعل الجملة، يبقى نقول إيه؟ live long learning، أو ده التعلم مدى الحياة، تعبير ده احفظه. تمام، live long learning يعني معناه الإنسان حتى بعد ما خلص كلية ويشتغل بيعلم نفسه برضه، التعليم ملهوش إيه نهاية.
live long learning has become ليه يا مستر استخدمت زمن المضارع الايه التام has become تمام لان عندك لقد في بدايه الجمله ومفيش كلمه داله على الماضي. ارجع للفيديو المهم ده لكل الناس اللي عندها مشاكل في الترجمه يا جماعه بتطالبني ان اشرح قواعد الترجمه ساعه حبايبي او اقل من ساعه بحاجه بسيطه فيها كل قواعد الترجمه باسئله ثانويه عامه وحل عليها يعني عملي ونظري في نفس اللحظه ان شاء الله هيفيدكوا جدا جدا. لايف لونج ليرنينج هاز بيكم هاز بيكم ايه كمل يا باشا ضروره يبقى necessity كلمه necessity يعني ايه تمام necessity بمعنى ضروره يبقى كلمه necessity. وهقول لهم مثلا عايزين كلمه تانية غير necessity ممكن اقول a must كلمه يا حبايبي a must must لوحدها بمعنى يجب ان فعل ناقص وممكن استخدمها كاسم بمعنى ضروره يبقى هاز بيكم a necessity او ايه تاني يا شطار تمام التمام او ممكن نقول a must a must يعني ضروري to continue the work to continue يعني continue يستمر to continue the work لاستكمال العمل and be fit and be and be fit هظهر لكم طبعا يا حبايبي اهوت الكتابة مفيش أي مشكلة عندنا هحاول أجيبها لكم هنا تمام continue work and be fit الناس معايا معاك يا مستر محمود هنزل العلامة دي كده continue the work دي تكملتها and be fit كمل يا باشا اكتب معايا عارفين كلمة fit طبعا and be fit هكمل هنا حاضر عشان الناس تشوف معايا continue the work كملها لكم تحت عشان حبايبي يبصوا معايا اهوت حاضر اكمل اهوت continue هلا تحت هنا continue the work مفيش مشكله خالص نقولها تاني ونكتبها تاني عشان حبايبي عشان خاطر عيونكم مفيش اي مشكله كل تعب يهون continue the work and be fit and be fit ونصبح لائقين تمام for any job لاي مين وظيفه for any job تمام التمام تمام يا مستر زي الفل تمام for any job every employee فاكرين طبعا كلمة employee يعني كل موظف every حط الكومة بس كده every employee تمام حلو قوي قوي p l o y double e every employee يعني كل موظف عارفين employer يعني employer صاحب العمل employee يعني موظف must keep must keep احفظ التعبير اللي جاي ده keep ها اكملها تحت must keep bass keep bass احفظ التعبير ده زي اسمك keep bass with يعني يواكب تمام او يساير يبقى keep pass with يواكب او يساير تمام development يعني development يا شطار تمام تمام التطور او التطوير طيب هنكتب development development اللي هو التطور او التطوير and acquire and acquire فعل مهم جدا احفظه لي الفعل acquire بمعنى يكتسب يا حبايبي and acquire new skills مهارات جديده new skills وما انساش الفول ستوب خلصنا الترجمه يبقى على بعضها live long learning has become a necessity او a must to continue the work and be fit for any job every employee must keep pace with development and acquire new skills اهم الكلمات اللي موجوده هنا ها تمام يا شطار طبعا live long learning تعلم مدى الحياه نحفظها كلمه necessity او a must بمعنى ضروره خد بالك من كلمه keep او الفعل keep pace with او keep pace with keep pace with يعني يا جماعة يسير او يواكب تمام اللي بيساوي كوب with برضو c o p e w i t h كوب with هي keep pace with development and acquire يعني acquire يكتسب فعل مهم جدا ها كلمة مهمة جدا new skills كلمات اللي انا حددتها دي اهم كلمات الترجمة ديت ممكن تكون بعض الناس مش عارفاها الى هنا يكون انتهينا بفضل الرحمن عز وجل من حل الامتحان الثالث من مراجعة جيم النهائية للترم الثاني
دايما في اخر الفيديو بطلب من حضراتكم عمل الواجبات. حضراتكم ان شاء الله واجبكم بكره باذن الله حل الامتحان رقم 4 باذن الله تعالى، اللي هو بدايته من صفحه 56، عشان نحله مع بعض المره اللي جايه او الفيديو القادم بكره تحديدا باذن الله. ربنا يدينا العمر باذن الله تعالى. وكمان بطلب منكم في نهايه الفيديو دعم القناه. يا ريت يا حبيب قلبي لو جديد معانا اول مره تشوف الفيديو ادعمنا بالاشتراك بالاعجاب، مهم جدا التعليق، وشيره على اوسع نطاق عشان غيركم يستفيد وتاخد اجر الدال على الخير كفاعله. والناس طبعا اللي بتدعم القناه باذن الله تعالى لهم لوحه شرف هكتب اسمائهم وهقولها في بدايه فيديو باذن الله تعالى. بس الاول اجمع كل الناس، ادي فرصه للناس عايزه تدعمنا، وهنزل لوحه شرف بكل الناس دي تشهد التقدير ليهم ان شاء الله على القناه. والى ان القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.